ممارسات الاحتلال وتغول الاستيطان في السيطرة على الأرض وخلع جذور أصحابها وإحلال المستوطنين فيها خاصة في المناطق المصنفة جيم دفع بضرورة وجود ائتلاف للدفاع عن الأرض وحق أصحابها فيها، خطوة مهمة، وجود ائتلاف فلسطيني للدفاع عن الأرض في المناطق المسمى جيم لتعزيز صمود المزارعين. هذه الخطوة جاءت من جمعية الإغاثة الزراعية، الهدف الأساسي منها هو تشكيل ائتلاف وطني لحماية الأرض، يكون فيه كل الفاعلين في جانب حماية الأرض. هذا الائتلاف جاء لدعم صمود المواطن والمزارع الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم والمهدد من قبل الاحتلال. من المشاركين في هذا الائتلاف؟ بالأمس عقد المؤتمر للإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف وأيضا عن تطوير استراتيجية لتشكيل ائتلاف فلسطيني للدفاع عن الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة جيم، سنتحدث عنه أكثر. شارك في هذا المؤتمر الذي عقدت أعماله في البيرة وبتنظيم من الإغاثة الزراعية، اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، المركز العربي للتطوير الزراعي، وأيضا بتمويل من التحالف الدولي للأراضي. ما هي استراتيجية هذا الائتلاف؟ ما هو هدف تشكيل هذا الائتلاف؟ بالإضافة احنا بنعرف كلنا واقع الحياة للمواطنين في المناطق المصنفة جيم والمحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين كم هو صعب للغاية. للحديث أكثر بمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي منجد أبو جيش، مدير عام جمعية الإغاثة الزراعية. أستاذ منجد، صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير، تحياتي لك. إذن تم بالأمس بتنظيم من الإغاثة مؤتمر لتشكيل ائتلاف فلسطيني للدفاع عن الأراضي في المناطق المصنفة جيم يهدف إلى تعزيز صمود المزارعين. بالبداية دعنا نشاهد هذا التقرير ونستمع له الذي أعده طاقم وطن، وبعدها نعود للحوار إذا سمحت. ممارسة الاحتلال وتغوله الاستيطاني في السيطرة على الأرض وخلع جذور أصحابها منها وإحلال المستوطنين فيها خاصة في المناطق المصنفة جيم دفع بضرورة وجود ائتلاف للدفاع عن الأرض وحق أصحابها فيها. هذا التحالف اللي ما بيننا وبينهم حماية الأرض والإنسان. من هنا جاءت أهمية مؤتمر تطوير استراتيجية لتشكيل ائتلاف فلسطيني للدفاع عن الأرض في المناطق المصنفة جيم الذي عقدت أعماله في البيرة بتنظيم من الإغاثة الزراعية واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين والمركز العربي للتطوير الزراعي وبتمويل من التحالف الدولي للأراضي. الهدف الأساسي منه تشكيل الائتلاف الوطني لحماية الأرض في كل الفاعلين في موضوع الأرض الفلسطينية. نأمل أن يستمر هذا المؤتمر ويخدم دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة المزارعين في المناطق المهددة من الاحتلال والاستيطان. واقع الحياة الصعب للمواطنين في المناطق المصنفة جيم المحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين، فالفلسطيني في هذه المناطق يتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات ومحاولات للتفريغ من الأرض، لذا كان لابد من العمل على استراتيجيات الدفاع عن الأرض. ائتلاف فلسطين من أجل الأرض وحمايتها هو عبارة عن مرحلة من مراحل الاستنفار في مواجهة مخططات الكيان الإسرائيلي من أجل حماية الأرض الفلسطينية التي تدخل في التصنيف جيم واللي هي تحت السيطرة الاحتلال ومستوطنيه، من أجل حمايتها والتأكيد على هويتها وتوحيد كل الجهود في التدخلات اللازمة من أجل دعم وإسناد صمود المزارع الفلسطيني على أرضه. بدون المزارع، بدون صاحب الأرض لن يكون هناك عمل. إشراكه من أجل الدفاع عنهم، من دخول هذا التحالف الوطني، إذا لاحظتوا أنه داعين المزارعين بشكل كبير، فمشاركة المزارعين من أجل الدفاع عنهم وتوفير كافة السبل الاقتصادية والقانونية معهم من أجل وقف توسع الاستيطاني في هذا البلد. التحالف الدولي للأراضي يعمل على دعم صمود المزارعين في المناطق المصنفة جيم والعمل مع المؤسسات والمواطنين في تلك المناطق للدفاع عن حقهم في أرضهم.
وحقهم في الوجود. أهمية وجودنا هنا كتحالف دولي للأراضي هو إيصال واقع المواطنين والواقع الفلسطيني إلى المجتمع الدولي، ونهدف للتعاون مع اتحاد المزارعين الفلسطينيين والإغاثة الزراعية ومع المؤسسات والمجتمع المحلي للعمل في المناطق المصنفة جيم لدعم المزارعين للدفاع عن حقهم في الأرض. المؤتمر شكل فرصة هامة لأصحاب الأرض والجمعيات والمانحين والمؤسسات الزراعية والمؤسسات الداعمة للمزارعين في الحديث عن التحديات والفرص التي تساعد المواطن والمزارع الفلسطيني التجذر والصمود في أرضه بوجه المحتل. إذن أهلا بكم من جديد، ومن جديد بدي طبعا أرحب فيك أستاذ منجد. خطوة من أجل تعزيز صمود المواطنين بشكل عام والمزارعين بشكل خاص في المناطق المصنفة جاءت بدعوة وتنظيم من الإغاثة الزراعية، دعنا نتحدث أكثر عن أهميتها إذا سمحت. يعني هذه الخطوة مهمة، هذه الأيام جاءت مبادرة من الإغاثة الزراعية واتحاد المزارعين والمركز العربي لتطوير الزراعي، عبارة عن أعضاء في الائتلاف العالمي للأرض. الآن نبحث معا لتأسيس الائتلاف الوطني لحماية الأرض. وإحنا في فلسطين أهمية الأرض الفلسطينية أكثر من موضوع الغذاء. العالم يهتمون بالأرض وبالمزارعين من حيث الغذاء، ولكن في فلسطين بالإضافة إلى الغذاء هي الصراع مع الاحتلال هو الصراع على الأرض، وبحاجة ماسة لتضافر كل الجهود على مستوى المؤسسات الأهلية والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص. هذا المؤتمر كان فيه جلسات للمؤسسات الأهلية، ولأول مرة يحضر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في جلسات العمل الأهلي الفلسطيني، وكان حضور اتحاد المقاولين الفلسطينيين من أجل التعرض للصعوبات التي يتعرض لها المقاولين الفلسطينيين في مناطق سيس. عرضت مبادرات كثيرة في هذا المؤتمر، عرضت مبادرة بلدية قراوة بني حسان. بلدية قراوة بني حسان أعلنت عن مبادرة أنها ستغطي جميع تكاليف حجز الآليات للمقاولين وتدفع الغرامات، مما شجع المقاولين العمل في هذه المنطقة. نحن نتعرض إلى صعوبة شديدة في العمل في مناطق من قبل إجراءات الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع مؤسسة واحدة أو عدد من المؤسسات أو الحكومة لوحدها التصدي لهذه الهجمة الشرسة. فتذكرنا في عمل هذا الائتلاف الوطني بدأ في 3 مؤسسات وسينطلق ليضم أكبر عدد ممكن من المؤسسات التي تعمل في الريف الفلسطيني خاصة في مجال الزراعة والمياه. ومفتوح هذا الائتلاف في انضمام المؤسسات القاعدية والجمعيات التعاونية. حضور المزارعين كان لافت النظر وكان كثيف لهذا المؤتمر، لأن المزارعين هم الحماة للأرض الفلسطينية، الحماة الأولى. فكل عملنا يجب أن يتركز على تعزيز صمود المزارع وعمل جميع المشاريع التي تساهم في تعزيز صموده على أرضه وتسهيل وصوله إلى أراضيه. مثلا سنركز على موضوع الطرق الزراعية وزراعة الأشجار من ضمنها أشجار الزيتون، وسنصل إلى جميع المناطق التي نستطيع الوصول إليها. الإغاثة الزراعية والمؤسسات الأهلية لا تعتني بتقسيمات الاحتلال ألف وباء وسين، تعمل في كل مكان تستطيع الوصول إليه. سيكون مركز هذا الائتلاف بالعمل في مناطق في أولا. نعم، هذا الائتلاف دعنا نتحدث مشكل من سيكون من عدد من المؤسسات التي كانت مشاركة، أم من ماذا سيشكل هذا الائتلاف، وكيف ستكون آلية عمله أيضا أستاذ منجد؟ هو مفتوح، والبذرة الأولى كانت لتأسيس هذا الائتلاف بالأمس، مفتوح لجميع المؤسسات التي تعمل في الريف الفلسطيني، مفتوح لجميع المجموعات والجمعيات التعاونية التي تعمل في الريف الفلسطيني، مفتوح لعلاقة وتنسيق مع الحكومة ومع القطاع الخاص. الهدف الأساسي منه رفع وتيرة التشبيك والتنسيق في جميع الأماكن التي نعمل بها من أجل التسهيل على المزارع وتعزيز صموده. لا يكون مغلق على أحد، يعني نتمنى أن يكون أكبر عدد ممكن من الفاعلين في هذا القطاع ومن المؤثرين في هذا القطاع جزء من هذا الائتلاف. هل سيكون للحكومة وتحديدا وزارة الزراعة دور في هذا الائتلاف وفي دعم المزارعين ودعم المواطنين في المناطق المصنفة جيم؟ دائما هناك شكوى من عدم دعم حقيقي ومساهمة من قبل الحكومة سواء في الحكم المحلي أو سواء في وزارة الزراعة أو مؤسسات أخرى لهذه المناطق، تحديدا هي تشكل النسبة الأكبر من مساحة الضفة الغربية، لكن الاهتمام بها ليس بالكافي.
بالتأكيد سيكون هناك تنسيق، يعني لا تكون وزارة الزراعة جزء من هذا الائتلاف لأنه منقصر على المؤسسات الأهلية الفلسطينية والجمعيات التعاون الزراعي، وبالإمكان أن تكون البلديات والمجالس القروية جزء من هذا الائتلاف، ولكن التنسيق سيرتفع مع هو تنسيق فاعل مع وزارة الزراعة في جميع المجالات التي نعمل بها، ولكن من خلال هذا الائتلاف من خلال هذا الائتلاف سنرفع مستوى التنسيق لأعلى درجة ممكن من أجل يعني دعم صمود المزارعين وتكثيف الجهود في مناطق سي. شو أبرز أستاذ منجد التحديات اللي بتواجه؟ إحنا كنا بنعرف إنه الاحتلال طبعاً بحط عراقيل وبيمنع، لكن شو أبرز التحديات اللي بتواجه المواطن والمزارع الفلسطيني في المناطق هذه؟ يعني هي تحديات كثيرة، بالإضافة إلى التحديات المفروضة من الاحتلال والمستوطنين هناك تحديات كبيرة في موضوع التسويق، يعني هناك مشكلة كبيرة لدى المزارع الفلسطيني في موضوع التسويق ولا يوجد قنوات تسويقية، وبالأمس تم نقاش أفكار عديدة في موضوع التسويق ونأمل أن تنتقل هذه الأفكار كثير. نعم في خلط ما بين الإعفاء الضريبي للمنتوج الزراعي وخلط عند يعني الوزارات المختلفة الوزارات الفلسطينية المختلفة، فإننا نسعى إلى حصول المزارع الفلسطيني على إعفاء كامل من الضرائب، يعني هناك كثير من التحديات نستطيع أن نعمل معا من أجل أن نذللها ونخفف على المزارع ونعزز صموده. هل تعتقد بهذا الائتلاف أو بهذه الخطوة ستكون فرصة لتسهيل الوصول إلى هذه المناطق دعم المزارعين؟ يعني كيف تتأملون أن تترجم على أرض الواقع؟ هي ستكون فرصة، ولكن نتكلم بوضوح، يعني هي مساهمة قليلة، لا يستطيع هذا الائتلاف أن يعمل على حل جميع مشاكل المزارعين والوصول إلى جميع المزارعين. احنا نعتبرها مبادرة، نعتبرها بناء نموذج الأفضل، يعني في احتمال يعني أن نستهدف بعض المناطق بعينها أن نعمل فيها معا جميعا من أجل أن نثبت أننا نستطيع بناء نموذج جيد بالعلاقة مع المجالس البلدية، بالعلاقة مع المزارعين أنفسهم، بالعلاقة مع التجمعات التي تمثل المزارعين. الإمكانيات هي قليلة ولا تغطي يعني الجوانب الكثيرة في مجال الزراعة والريف الفلسطيني، ولكن نستطيع أن نبني النموذج ونستطيع أن نضافر جهود ونستطيع أن نضغط على يعني جميع أصحاب القرار حتى على الداعمين والممولين من أجل أن يكون تمويلهم ذات طبيعة تهتم في احتياج المزارع الفلسطيني وذات طبيعة مستدامة. أحد التحديات الأساسية أن هناك يعني هجوم من الاحتلال على جميع المشاريع التي تمول حتى من المانحين، طبعاً فنستطيع أن نعمل ضغط على المانحين من أجل أن تحمي مشاريعهم في مناطق فيه ولا تسمح للاحتلال بهدم هذه المشاريع. طب هل شعرتم أن هناك يعني الجميع لبى الدعوة من كل الأطراف اللي تم دعوتها لهذا اللقاء وهذا المؤتمر، وهناك يعني خلينا نحكي روح المبادرة منهم وتشجعوا على هذا العمل؟ يعني هي كانت تلبية واسعة، ويعني كانت في عبارة من ممثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين يقول حضرت كثير من المؤتمرات والندوات، ولكن هذا أفضل مؤتمر بحضره لأنه في تنوع ما بين المزارعين، ما بين الجمعيات، ما بين المؤسسات، ما بين القطاع الحكومي، ما يعني رؤساء بلديات كثر، خاصة البلديات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإغاثي والمؤسسات الشريكة معها تعمل لمدة 40 عام مع الريف الفلسطيني ومع البلديات ومع المجالس القروية، هناك ثقة ما بين هذا الجمهور وما بين الإغاثة الزراعية والمؤسسات التي نظمت هذا اللقاء. تفاجأنا بالعدد أكبر ما توقعنا، حضور أكبر ما توقعنا، وهذا بادرة خير أن المجالس والمزارعين والجمعيات لديهم اهتمام في هذه الفكرة وينتظرون هذه الفكرة. أعتقد أن هذه الفكرة انطلقت وعلينا أن نبني عليها ونستثمر الجهود في المستقبل من أجل حماية المزارعين وتعزيز صمودهم. إذن هناك خطوات عمل قادمة يعني سيبنى، يعني هذا فقط مجرد الافتتاح كان، وسيكون هناك خطوات قادمة إن شاء الله. صحيح، نعم. شكراً. شكرا جزيلا لك الأستاذ منجد يعني أبو جيش مدير عام الإغاثة الزراعية، تحياتي لك، شكرا.